له سرمد البقاء وله العز وله الثناء وله العظمة والمجد والكبرياء، إله الأرض وإله السماء. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا يا رب سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، وكن يا ربي بمنتهى صفات جمالك لنا، ولا تكن يا ربي بمنتهى صفات جلالك علينا. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشفت به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إذا زرت بعد البيت قبر محمد وقبلت مثوى الأعظم العطرات، ولاح ضياء عند كل ثنية، وفاح أريج عند كل حصاد، فكل رسول الله يا خير مرسل أبث كما تدري من الحسرات، شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات. أيها الإخوة الكرام، طبتم وطاب ممشاكم، وأهلا بكم وسهلا في بلدكم الثاني دار الكتب. هذه هي أفراحنا، أفراح المسلمين، نجتمع فيها على طاعة الله رب العالمين، ونتفرق فيها بإذن الله على طاعة الله رب العالمين. نجتمع فيها على كتاب الله عز وجل وعلى مأدبة العلم والعلماء وعلى فاصل طيب من الابتهالات الدينية والأدعية. قارئنا اليوم علم من أعلام قراءة القرآن الكريم، الشيخ القارئ محمد السيد عبد الله محمود السيد عبد الله. مرحبا بك يا فضيلة الشيخ محمود في بلدك الثاني دار الكتب. زمحنا المنصورة بلدنا وحبايبنا وأهل القرآن الذين يعني نلتمس فيهم الخير، ونذهب لك إلى أقصى البلاد محبة فيك ولقراءتك لكتاب الله رب العالمين. مرحبا بك يا شيخ محمود. الشيخ محمود هيبدأ القرآن إن شاء الله بإذن الله التلاوة، وهو اللي هينتهي بتلاوة القرآن الكريم، فالمبدأ والنهاية مع فضيلة الشيخ محمود السيد عبد الله. ويشرفنا أيضا شيخنا وعالمنا الجليل الدكتور محمد حمودة، العلم الدعوي الأديب، أنا بسميه عن نفسي السهل الممتنع، حقيقة معلومة سهلة وفي نفس الصعب، يصعب علينا احنا كدعاة بقالنا على المنابر 30 سنة نأتي بمثل ما جاء أو بمثل ما يأتي به فضيلة الدكتور محمد حمودة. الكلمة أيضا الدينية للدكتور محمد حمودة، وبعد ذلك فاصل من الابتهالات الدينية والأدعية لفضيلة الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع المبتهل بإذاعة القرآن الكريم على
في جمهورية مصر العربية، وعلى خير نبدأ بعون الله رب العالمين وتوفيق الله رب العالمين إلى مأدبة القرآن الكريم، والشيخ محمود السيد عبد الله. وخد راحتك يا مولانا، الناس دي كلت وقاعدة عايزة تستمع، خلاص وديهم يعني المتع كلها إن شاء الله بإذن الله، وربنا يتقبل، عايزين يهضموا. نعم، فابدأ وخد بالك وبرفق مع الناس، لأن الناس عايزة تسمعك بحق، وأنا أول الناس اللي عايزين يسمعوك. شرفتنا وربنا يجزيك عنا خير الجزاء. وإلى القرآن الكريم مع فضيلة الشيخ محمود السيد عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا
وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا
ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا.
الذي خلق السماء الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا وإذا قيل لهم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا فعل ذلك يلقى أثاما. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
عنها. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما.
وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
واستمتعنا بما استمعنا إليه من آيات الذكر الحكيم من سورة الفرقان، هذه السورة المكية آياتها 77 آية. استمعنا لهذه التلاوة المباركة الطيبة من فضيلة الشيخ محمود السيد عبد الله، جزاه الله رب العالمين عنا خير الجزاء وسدد على طريق الخير خطاه، ورزقه الله رب العالمين الإخلاص في القول والعمل. هذه السورة المباركة سورة الفرقان